السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يصنع مستقبل هؤلاء الأطفال؟ الكلمة الآن عن المستقبل الذي يواجهه هؤلاء الأطفال الذين يعيشون في هذا الحيز الصعب من مناحي الحياة في كينيا. السؤال للشباب اللي موجودين وبيصرفوا أموالهم في أشياء كثيرة غير مجدية وأوقاتهم في أشياء كثيرة غير مجدية، اسألهم السؤال ده: هؤلاء الأطفال وغيرهم سواء كانوا مسيحيين أو مسلمين إلى آخره، من سيصنع مستقبلهم؟ أنتم يا أصحاب الشباب الذين تشاهدون التلفزيون والسوشيال ميديا وتنفقون الأموال بالمليارات إلى آخره في المأكولات والمشروبات إلى آخره إلى آخره إلى آخره. التحدي الحقيقي الآن لمن يدعون أنهم شباب فعلا ومن يدعون أنهم فتية أقوياء في هذه الأماكن الصعبة أن يأتوا هنا ليجدوا نتيجة عملهم أو ليروا ما يستطيعون أن يقوموا به في مثل هذه الأماكن وفي صنع مستقبل لهؤلاء الأطفال. هؤلاء الأطفال ينتظرون أمثالكم لكي تصنعوا معهم المستقبل. هؤلاء الأطفال ينتظرون قدومكم لكي تصنعوا معهم المستقبل. هؤلاء الأطفال ينتظرون قدومكم لكي تصنعوا معهم المستقبل. فكونوا صناع للمستقبل، وكونوا صناع للحياة، وكونوا صناع وبنات للأجيال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.